بالنسبه ليوم العيد يعني هذا اليوم شنو تيكون فيه؟ تيكون اول حاجه يعني غادي تكون فيه الذبح ديال هذه الاضحيه. اذا بالنسبه للذبح نفس الشيء بالمكان اللي احتفظنا به خصو يكون مكان نقي اللي غادي يوقع فيه هذا الذبح ديال الاضحيه. خص هذا المكان هذا يكون فيه الماء متوفر بكثره يعني، ويكون الماء الصالح للشرب، ومن الاحسن يكون حدانا واحد الصنبور ولا البزبوز ولا الغوبينه ديال الماء اللي يكون حتى هذا في هذا المكان اللي غادي نقوموا به بالذبح ديال الاضحيه. ثاني حاجه عندنا اما المواطن يعني الانسان اللي غادي يذبح بيديه ولا كيجيب واحد الجزار من الخارج، من الاحسن اذا كان غادي يجيب الجزار يكون هذا السيد هذا عنده واحد الثياب نقيه ما تخاش بالدم، ما يكونش عليه واحد العلامات اللي يمكنها تلوث الاضحيه ديالنا او السقيطه ديالنا. هادو مسائل مهمه، لاننا حنا في واحد تنقوموا بواحد العمليه اللي كتتم في الايام العاديه كي قلنا في مجازر اللي فيها مراقبه طبيه بيطريه صحيه. دابا تنكونوا حنا من الاضحيه، اذا خصنا نحتفظوا باش تكون السلامه الصحيه للمواطن. اذا بعد عمليه ديال الذبح اللي خصها تكون بطريقه الاسلاميه وبطريقه سريعه باش ما يتعذبش الحيوان، وباش ذاك الاضحيه وباش ذاك الذبح يتم بواحد الطريقه اللي هي سلسه وصحيه. اذا خصنا اول حاجه هو الدم يخرج كامل من 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 من, من الاضحيه، لانه الا بقى الدم ولا رجع الدم يمكن يوقع لنا واحد التلوث ولا ما يشابه ذلك. بالنسبه لهذه السقيطه يجب فصل الراس مباشره هو والايدي الاماميه من 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 من, 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 من الاضحيه. وتنقوموا وهنا ذاك السيد اللي غادي يقوم بعمليه ديال الصلخ، اول شيء اللي خصو ينتبهوا له هو ان السيد ما خصوش ينفخ في ذاك البطان او ذاك السقيطه، لان ذاك النفخ غادي يقطع واحد التلوث ديال السقيطه. ساعه ذاك السيد اللي تيكون تيسلخ تيغسل المعدات ديالو، تيغسل يديه، لان تيمكن يكون قاس الصوف ولا شي حاجه، وذاك الصوف ما خصوش يقيس لنا اللحم ديال السقيطه اللي كتكون معلقه. من بعد عمليه ديال الصلخ غادي تحاولوا هنا حاجه واحده اخرى، بان ذاك الراس اللي فصلنا هو ذاك نحتفظوا بذاك الطنقة ولا ذاك الخرصه ديال ذاك الاضحيه، لان في حاله اذا كان شي مشكل ولا شي حاجه غادي نتصلوا بالمواطن الاسره المواطنه، غادي يتصل بالمصالح البيطريه اللي كاينه في المحليه اللي حدا المدينه ولا القريه ديالو باش يقول لهم بان كاين مشكل. اذا خصنا نحتفظوا بذاك النمره ديال ذاك الرقم اللي عندنا ديال اللي كاين في الطنقة. كيجي واحد العمليه اللي هي الفتح ديال الاضحيه لاستخراج الاحشاء يعني الامعاء والمعده. قبل ما نقوموا بهذه العمليه هذه خصنا نديروا واحد المعاينه مهمه، هو نشوفوا اللون ديال السقيطه. اللون ديالها خصو يكون لون وردي ولا وردي مفتوح، الا كان لون اصفر ولا لون احمر داكن ولا لون بني ولا اي لون اخر غير اللون وردي ولا وردي مفتوح كنتصلوا بالمصالح البيطريه قبل ما نستخرجوا الاحشاء وتنخبرهم باش يجيو يشوفوا شنو هو المشكل اللي عندنا في ذاك السقيطه. حاجه واحده اخرى، ذاك السقيطه ما نحاولوش نغسلوها بالماء، ما خصناش نغسلوها بالماء، نخليوها معلقه ونقوموا باستخراج الاحشاء في اقرب وقت يعني في ذاك الخمسه دقائق اللي كتجي من بعد الذبح. ملي غادي نقوموا باستخراج الاحشاء اللي هما كي قلنا الامعاء المعده القلب الكبده بولفاف الريه، غادي نستخرجوا ذاك الاحشاء بواحد الطريقه سلسه وجيده باش نتغاضوا اننا ذاك المحتوى ديال الجهاز الهضمي يسقط لنا في الجوف ديال 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 السقيطه، ونخرجوا ذاك الاعضاء ونوضعوهم في كل عضو في واحد الاناء خاص باش نشوفوا من بعد المعاينه ديالهم واحد بواحد. من بعد الاستخراج ديال الاعضاء الى سبحان الله تقاست بشي شويه ديال هذا المحتوى ديال الجهاز الهضمي تنظفوا بالماء اللي عندنا كي قلنا الماء صالح للشرب، تنظفوا به الداخل ديال السقيطه. بالنسبه للاعضاء كي قلنا غادي نشوفوا غادي نحاولوا نعاينوها ونشوفوها عضو بعضو. اغلبيه بعض المرات يمكننا نلقاو بعض اليرقات الطفيليه دي كيست ولا دميملات ولا حبيبات مثلا في الكبده ولا في القلب ولا في هذا. الا كانوا عدد هاد اليرقات الطفيليه هاد لي كيست هاد الدميملات ولا هاد الحبيبات لا يتجاوز ثلاثه ولا اربعه ما كاينش مشكل، كنحيدوهم
وكنتناولوا العضو ديالنا. الا كانوا اكثر من ثلاثه ولا يعني تنتناولوا ذاك العضو كامل، الا كانوا اكثر من ثلاثه ولا اربعه تنتخلصوا من العضو كامل، لانه تيكون العضو انه المرض قاسو هذا. ولكن هذا الشيء مع انه وجود ثلاثه اربعه ولا اكثر، هذا لا يعني ان السقيطه فيها شي مشكل، يعني اللحم تيكون صافي ما عنده حتى شي علاقه بهذه اليرقات الطفيليه. بالنسبه للريه، غادي نلاحظوا بعض المرات يمكن نلقاو واحد الحبيبه الزورق ولا نفس الشيء، الا كانوا ثلاثه ولا اربعه تنتخلصوا منهم وتنستهلكوا العضو، وإذا كان أكثر من ثلاثة ولا أربعة تنتخلصوا من العضو كامل، وهذا في نفس الوقت لا يؤثر على السقيطة ولا على الأعضاء الأخرين. كيمكننا نلقاو بالنسبة للرية الدم بعض المرات تلقاو واحد الطرف من الرية، واحد الأجزاء ديالها تيقيسها الدم، هذاك الدم غير اللي تيرجع من بعد الذبح، كنتخلصوا من ذاك الجهة اللي تقاست بالدم وتنستهلكوا الرية. إذا كان تقاست الرية كاملة كنتخلصوا منها كاملة. حاجه واحده اخرى، بعض المرات في ذاك اليرقات الطفيليه تلقاو بعض الاكياس مائيه، اكياس مائيه او جيوب مائيه، هنا كنتخلصوا من ذاك الاكياس، ولكن ما تنحاولوا ملي كنا تنتخلصوا منهم ما نقيسوش ذاك المحتوى ديالهم، ما يقيسناش لا السقيطه ولا ذاك العضو اللي غادي نتناولوا. وكما قلنا قبل، كل ما الا كانوا اكثر من اربعه ولا هذا كنتخلصوا من العضو كامل. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.